لعبة النجاح، القاعدة الذهبية، سر القلب باش مشي بعيد. ماشي هادشي اللي نهضر عليه. اللعبة هي تحدي، هي اجتهاد ومغامرة. الضيفة ديالنا غادي تهضر لينا على تجربتها فيها. معكم جوبين، وهذا بيناتنا توكس، بودكاست اللي تيهضر على كل شيء وحتى حاجه. نرحبوا بضيفنا اليوم خديجه. هذه ماشي جوج عام باش مشيتي من المغرب، تقريبا هذه عام. واش مازال تهضري بالدارجه؟ مازال كنهضر بالدارجه، حيت كنهضر مع والديا كل نهار، مع اختي كل نهار. لا بيرسون اللي ساكنه معاها كنهضر معاها حتى هي بالدارجه، دونك كنهضر بالدارجه طول طون. زعما ملقمه هذيك الدارجه بالفرنسي، ولكن بحال الدارجه اللي كنت كنهضر بها في المغرب. كنت نسمع شوية الموسيقى وتطلق لي يا رايح وين مسافر تروح تحيا وتولي. قلت نسولك هذا السؤال، هذا واش تفكريش انها ترجع للمغرب وتولدي تانتي وليداتك هنا وتكبريهم هنا؟ هو نرجع للمغرب هي 100%، زعما تطول ربي في العمر. كنقول ما غاديش ندوز اكسباتري حياتي كامله، وكنقول في النص ديال لي ترونتين نرجع بحال هادشي للمغرب. بور لا سامبل اونيك ريزون كاينه العائله في المغرب، مكتبغيش تبقى بعيد. جو مي دي كو زعما الا درت كاع داكشي اللي باغا ندير هنايا في فرنسا، اللي هو نكمل قرايتي ناخد الدبلوم اللي باغا وندير ليكسبيريونس اللي باغا هنايا، كي رجعت للمغرب ما يخصني حتى خير. زعما جي لا كونفيكسيون كو المغرب سي في بور لي ريش، دونك سي جاتان لو نيفو لي باغا نوصلو يا اوكين ريزون باش ما نرجعش. تاعي اللي غنرجع قبل ما نعيا. نقدروا نهضروا شويه على الطفوله ديالك في المغرب؟ الطفوله الوغ انا زعما من اون فامي تري تري سامبل، تربات ولكن 6 عام مشيت للسخيرات، الوالد بغى يقرب العائله دونك مشينا للسخيرات. قريت في ليكول بوبليك من التحضيري، إذا يخت نسميه التحضيري، أي واحد كتقول له التحضيري كيعرفك ولد الحكومة، ما كاينش سي ان سي بي داك التخربة. دونك بنت المدرسة العمومية كنت في السخيرات عادي جدا، لعبت كرة في الزنقة شبعت في الحمري، واعتزلت كرة نهار واحد النهار هنقز أنا واحد الولد على كرة ودخل فيها براس، دخل فيا خمج ليا وجهي، ديك الساعة ما عاودت لعب. من كرة لعبت شوية شريطة في الزنقة وداكشي مع بنات الجيران وولاد الجيران. الكوليج حتى هو الكوليج قريتو حتى هو في الخيرات، كنت كنقطعي الشانطي وكنمشي للكوليج. كنت تعتبر شويه سكسيس ستوري في الناس اللي قراو معايا ودوزو معايا الصغر، حيت بحال اللي قلتي الوالده كانت كدفع بزاف للقرايه، زعما هي ما واخداش شي ديبلوم سوبيريور ولا شي حاجه، الوالد حتى هو بحال هكاك، ولكن كانت عندها النفس بزاف وباغا بناتها يكونوا احسن من بنات خوتها وداكشي كامل. دونك يا كانت كنزيرنا باش نقرا، واخا ما تتعاونك بالبازيك ولكن تتزيرك وتجلس تقرا. دونك كنت شويه سكسيس ستوري في الوليدات اللي قراو معايا. ليسا وانا نمشي لمولاي يوسف، حيت كنت جيت انا الاولى في الجهه، دونك عيطوا لك مولاي يوسف اجي تقراي لنا. من تما بدات ليستوار اللي زوينه شويه في القرايه ديالي، اللي وصلتني زعما من بعد، لانني في الطفوله اللي سولتي عليها زعما بازيك ما كناش كنسافروا بزاف، الوالد ما كانش عنده كاع ديك الثقافه ديال السفر وداكشي، دونك الصيف كتدوزي ديك الشهور في الدار تفرجي في الرسوم ولا المسلسلات. قرايه الكتوبه تاع هي ماما كانت شجعتني على هاد الشيء، كنت نمشي نشري الكتوبه. العائله ماما كاينه في جي 5 في الرباط حي ام منصور، وجي 5 معروف بالفراشه، كتبقاو مفرشين شي كتوبه ما معروفينش كاع دوك الكتوبه ديالها شحال مفرشين. وكانوا لا هي لا بابا صراحه بجوج كانوا كيشريو ليا، ما كيعرفوش زعما داك الكتاب اللي ديمين ديالها، ولكن كيجيبوه لك وصافي. داكشي ربى فيها واحد لا كيوريوزيتي اللي خلاتني نحبس دغيا من الشريطه وكره وداكشي، وندخل للدار نولي نسالي من القرايه نجي للدار نقرا كتيب نتفرج فيه في حاجه. من مدينه صغيره تقرا في مدينه كبيره، كيفاش خديتي الباك؟ داكوغ الوغ ليسي اون بارتيكولي كيما قلت لك مشيت حيت كنت جيت انا الاولى في الكوليج، دونك عيطوا لي مولاي يوسف ومشيت وباقا انا الاولى. البروبليم هنايا انك تكون مشيت من واحد لافيرونمون اللي كنتي فاسيلمون فيه كتجي مزيان لواحد لافيرونمون ليسي مولاي يوسف من زمان ولدابا باقي تعتبر عندي سي ديكسيلونس في المغرب، دونك صافي كتلاقى مع كلشي كيقرا مزيان، كتبدل عندك القضيه زعما كتزير لا كومبيتيسيون كدير
سير تاع القرايه ما كتبقاش سهله. تلاقيت بناس زوينين بزاف مولاي يوسف وتماك صراحه عرفت كيل بوان جو فيان دون بيتيت فيل. مولاي يوسف كتحس بداك الطبق ليا شويه كتولي تعرف راسك انت راك درويش بارابور الاخرين اللي كيقراو معاك لي مويان اللي كيكونوا عندك ماشي كيما اللي عند الاخرين. دونك عرفت فاش يلا وصلت مولاي يوسف انا كما قريت في ليكول بوبليك دونك كان عندي ان بون فرونسي مي لونجلي كنت يلاه قاريه الالفابي. هو فاش وصلت مولاي يوسف تيكون تدخل مع الرباطيين الاغلبيه اللي جاي من اميديس تاع اللي جاي من امريكان لانجويج سنتر دونك لو واحد فين قاري ديك لونجلي وصافي تما كتدخل ديك لونجلي كتعطينا البروف نقراو شي حاجه و سيتي مومون دو بانيك اي دونبارا توتال ما كنبغيش نقراو نقراو لونجلي. كنت كنسلك راسي جو سي تري انتيليجونت l'apprentissage de langue donc ce qui est génial ou là la français la l'anglais ou les kimbes ou les nadarbeum là et ouais avec le temps si les choses les sahmes fait ou les yusuf surtout quand on est dans un environnement pareil qu'est-ce que tu as appris nadarbe les langues tu as appris nadar en général par l'exemple l'école publique la adhésion sera donc mais tu connais ça atteint les cours fait un acte nadar tu es là en mode récepteur. Donc tu reçois l'information que tu as reçue dans l'examen, alors que plus que tu as un environnement peut-être dans les écoles privées et un lycée maintenant par exemple Youssef qui se joue tu as qui se joue tu as parlé la raie idéale que le ou tu connais pour une autre chose et même que tu commences une autre chose pour voir le monde juste dans le fait de parler ou tu as parlé la fikra idéale ou وتشالنجي الفكره ديال واحد اخر كتبدل العلاقه ديالك الصراحه بالانفيرونمون ديالك. وفي مولاي يوسف فوالا زعما ملي مشيت من الكوليج وانا عزيزين على لي ماتيماتيك وفي مولاي يوسف بارتيسيبي دون لي زونتيك داكشي كامل صافي سبيسياليزيت في سانس مات اس مومون لا جيتي بلو بروميير بيت في لي بروميير دو ما بروموسيون مي جي نيتي با بروميير مالوريزمون ماشي بحال ما بقاتش القضيه سهله بحال في الكوليج. Voilà, donc j'ai eu mon bac, sciences maths, Moulay Youssef Nitz, je m'en suis très bien. Tu m'as prêté d'ailleurs Moulay Youssef pour les classes prépa. Les classes prépa, ça s'est très bien passé. Donc, dès ces deux ans, tu as appris beaucoup de choses. Qu'est-ce qui s'est passé après? Comment tu t'es orienté pour la suite? Alors, non, l'extérieur, elle a un problème qui est très grand ou qui me fait mal de l'orientation. انا فاش ساليت فاش درت بريبا ولا فاش من بعد درت ليكول دانجينيور بحال قلتي كنت تابعه ديك لافوا رويال كاينه واحد لافوا بوغ لي زيليف بريون الا كنتي مزيان راك كدير لي كلاس بريبا والا كنتي مورا لي كلاس بريبا مزيان راك كدير ايكول دانجينيور. دونك مع الاسف كما قلت لك لا فامي دارت الدور ديالها في انها تشجعني نقراو شي كامل ما كانش كانش ديك لا كونسيونس ديال لورينتاسيون ولا يقولوا لك فوالا راه الا درتي هاد ليكول ها شنو غادي دير من بعد وها شنو غادي تنجح و الا نجحتي غادي تدير هاد الخدمه و الا درتي هاد الخدمه غادي تكون عندك هاد لا كارير. دونك ما كانش داكشي بون ما عرفتش انا بالنسبه لي ديك الساعه ما كانش انترنيت بحال دابا وما كانش لاكسيسيبيليتي ديال لافورماسيون اللي كاينه دابا. دونك تبعت لا فوا رويال كنت كنجي مع الوالا راه درت سمات وثاني باك مونسيون تري بيان دونك انا درت بريبا حيت بون ما كانوا دوطخ فوا حتى هما تيتعتبروا رويال بحال الاركيتكتور ولا ميدين ما كانش فيهم مات بزاف بقيت في بريبا وما راه ديك لا بريبا عاوتاني فوت دو مويان ما قدرتش ندير اون ايكول ان فرانس دونك درت مدرسه في المغرب ايكول دانجينيور سبيسياليتي اختاريتها فريمون او بيف et que ce soit في الحسنيه ولا في ليمي ولا في لي زوتر تختار لا فيليير ديالك على حسب الكلاسمون لي كلاس مزيان كيدير جيني سيفيل ولا اندستريال وهي غاده بحال هكا. دونك درت جيني سيفيل مي فريمون بار بور هازار حيت كنت داك العام كلاسيت مزيان في سيانس راني درت جيني سيفيل. دونك هادو من المشاكل اللي باقيين كاينين بزاف كيجيو يهضروا معاك تاعي سلو ليكول دانجينيور وما عرفوش راسهم علاش راهم في ليكول دانجينيور ونفس الحاجه بالنسبه ليا. دونك دوزت دوك لي 3 ans ديال لي مي مزيان وما سقطت حتى شي عام زعما ما كانش ديك لا موتيفاسيون باش تكمل باش
تجيب مزيان ولا تاكسل في داكشي اللي كدير، مي كانت لا موتيفاسيون دون فينير بور باسي ا اوت شوز. دونك هذا هو الكورسوس كامل مورا الباك ومورا لي كلاس بريبا، سيتي جوست واحد لو سويفي تو بيت ديال اون فوا بري ديسيني. ما تسائلتش وما جمتش با بوزي دو كيستيون على شنو باغا ندير من بعد، حتى وصلت ليمي اون فان دو بروميير اني، تماك عرفت بلي فوالا جي كاريمون لوبي مون شومون. جو نو ريغريت با لي كلاس بريبا، مي جو ريغريت شنو وقع مورا لي كلاس بريبا. ا بارتير دان سارتان مومون كتلقى راسك تقرا، اي في القرايه ديالك ما تتعرفش راسك فين باغي تمشي وشنو باغي دير من بعد. هاد الوقيته هادي شنو كان ممكن يعاونك باش ديري اختيار اللي انت باغا، ولا يعاونك تقلبي على الاقل على هاد الاختيار؟ الوغ مثلا في لي كلاس بريبا يا نينون بروبليم دورينتاسيون، دونك كون كان غير داك ليفور دافوار دي سيسيون دورينتاسيون لي بينولك راك الا درتي هاد الا تبعتي هاد لا فيليير ها شنو هما لي ديبوشي بوسيبل ديالها، ها هي لا سيتواسيون ديال لو مارشي حتى هي دابا، زعما يحطوك في اون يحطوك دوفون واحد لا رياليتي اللي ما كنعرفوها حنا حتى من بعد، اللي هي ديال لوفر لا دوموند دون لو مارشي. ها شنو كاين، ها هما لي بيغ تريندز ديال هاد لا جينيراسيون، ها هما لي برونوستيك دو كيفاش غادا لا سيتواسيون، لو بروغري سانتيفيك، لافونسي ديال كاع لافونسي تكنولوجيك وديك كامل، راه سافا دون واحد لو سونس لي غالبا هاد لي فيليير وهاد لي ديبلوم وهاد لي سافوار فير فيغ غيكونو دو بلوس دوموندي كو دوت. دونك جوست كون تحطينا قدام هادوك لي رياليتي وتولي تشوف ليكول دانجينيور كوم واحد الباب ديالك فيغ لو موند دو ترافاي، غادي فيغ لو موند دو ترافاي لي غيكونو عندك عليه بلوس دو دوني، بتاتر كو غادي نمشيو حسن. مي حنا بالنسبة لنا كانت ليكول دانجينيور هي غي لا فان ديال واحد لو كورسوس سكولير، ويحن الله من بعد في الخدمة وداكشي كامل. دونك كون كانت دي كوميسيون دورونتاسيون كان يكون داكشي مزيان، وحتى لو غوتور ديال لي زونسيان. دونك حنا فاش كيجيبولك جو مابيل مولاي يوسف، صراحة كانوا كيديرو داك ليفور ديال يجيبو دي زونسيان ديال مولاي يوسف باش يهضروا لك على شنو فوالا شنو كيقراو دابا في لي زيكول ديالهم وداكشي كامل. مي جو كرو كو يكون حسن الا خلطوا القضيه، يجيبوا اي دي زونسيان كي سون اون تران دو بورسويفر لور زيتود دانجينيور، ويجيبوا حتى شي وحدين اخرين اللي راهم ديجا خدامين باش يقولوا لك فوالا ها الخدمه، ها لا ريلاسيون اللي كاينه ما بين ديك القرايه اللي داروا كامله وديك الخدمه اللي كيديروا، وما يجيبولكش حتى. وكاين ان اوتر بوين فهاد لو روتور ديكسبيريونس ولي سوكسيس ستوري، ما يبقاوش يفوكاليزيو جوست على لي سوكسيس ستوري، ما يجيبولك حتى الناس اللي بتاتر ملي سالو لي كلاس بريبا حسو براسهم كانوا كان ممكن يكسلوا في حاجه اخرى، ولا فاش سالو لو ريكول دانجينيور لقاو راسهم باغيين يزيدو يقراو في ان دومين كي كومبليتمون ديفيرون. دونك حتى لا ريكونفيرسيون ممكن الا تسلط عليها شويه الضوء اكثر فاش كنكونوا في لي كلاس بريبا، كتخليك تعرف بلي غيان ايت انكور جوي، ومازال دون لافنيغ عندك الوقت باش تزيد تفكر في شنو بغيتي دير. كاين حتى ليديولوجي، حنا دابا فاش كتوصل اون ايكول انجينيور وكتكتشف بلي سي با فريمون سكو تو فو فير، كتكولبابيليزا وكيكولبابيليزيك لونطوراج ديالك، واش كنتي كدير، علاش ما فكرتيش مزيان، وكتضيع الوقت وثلاث سنين وانت كتضيعهم وديكشي كامل، الوغ سي با دو تو سا. مثلا في دي بيي افونسي بحال لي ايتاجيني ولا كندا، كتلقى بنادم كان غادي في كورسوس ليتيرير ا مومون دوني طلعت له على الميديسين، وتكون لا ريكونفيرسيون بلو فاسيل، وما كتحسش بلي المجتمع كيطيح منو حيت الا في ديك لا ريكونفيرسيون ولا ضيع دوك السنين. الوغ عندنا حنايا بحال بحال كاين لو فري اي لو فو، لو كوريكت اي لو نون كوريكت دون لي شوا دو كارير، الوغ كو سي با لكا، اي كو سي ان بروسيس لي كنتمو غاديين فيه وكنكتاشفو راسنا و اون سو ريمي اون كيستيون اون سو ديكوفر. انا باغ اكزومبل فاش وصلت ليكول دانجينيور ما كنتش عارفه مي سوفت سكيلز، ما كنتش عارفه بلي راه فريمون جو سي زاليز قدام الناس، اي كو جو بو فار فاسيلمون دو لا نيغوسياسيون، نعبر الافكار ديالي مزيان، و فوالا هادو كاملين دي زاتو اللي ما كنتش عارفه.
tout ce que je savais quand j'étais en école d'ingénieur, c'est que les années à la complexité mathématique et que je suis très bien en mathématiques. Je suis beaucoup plus compétente. Mais qui fait Rahia Khadija Fadla comme profil pour la suite ou qui fait sur un compte le milieu de l'entreprise ou qui fait sur un Nikita ou qui fait sur un NAS qui se fournit avec Chikamel, mais qu'est-ce qu'on cherche? Pour résumer la réponse, qui est dans l'orientation. Surtout au niveau des classes prépa, elle est inexistante. Donc, une orientation professionnelle, mais aussi académique, où il dit des retours d'expérience, les mettre focalisés, où elle a le côté positif, où il y a les retours d'expérience des NAS qui se sont reconvertis. Et la troisième chose, mon proche ne culpabilisait, où l'idée d'elle changer de carrière, ou là, l'ignorance, c'est qu'est-ce qu'on a une voix de la jeune, elle est chambarée de dire, et Blacks considérait que c'est un process qui dit, mais c'est overnight, mais qui prend du temps, que Bnado qui est à Chfraso, qui est à Chambarée de dire. كنتي حريفي او تونتربرونور ولا عندك بيزنس صغير الحركه ناعسه مع كورونا صيفطينا نديرو لك اشهار فابور ونعرفو الناس داكشي زوين اللي كدير خدمتي قبل ما تسالي قرايتك عاودي لنا على هاد ليكسبيريونس وكيفاش دازت لا بروميير ليكسبيريونس بروفيسيونيل بصح خدمت انا قبل ما نتخرج اون فيت سنيت لو كونطرا قبل ما نتخرج سيتي في الفورم ديال ليكول بحال قلتي جيتي اون اون دو شوك حيت ما كنتش لا انا الاولى دو مون دو ما كلاس لا بلو موتيفي بور طراي في جيني سيفيل لا حتى شي حاجه مي فوالا زعما في ليمي وفي دوك السنين كنكتشف بزاف الحاجات على راسي اللي خلاوني نبيع داكشي اللي كنقدر ندير بلو فاسيلمون دونك داز واحد لونتريتيان داز مزيان وكان ان بوزوان بريسون لي رابور ريكروتي اون بيرسون Donc voilà, il tournait, j'étais prise. Enfin, j'ai passé au deuxième entretien, pas l'éthique, un entretien de validation. Ou, deuxième, je dis mon contrat, je vais me faire un salaire. Je vais me faire à la soutenance, les petits. Tu as un salaire qui est pas les avantages qui sont donc, ça. داكشي اللي كتكون كتمنى شفتو عارف المارشي اللي داخل عليه وعارف الميتي وعارف داكشي كامل ملي كيجيك بحال ملي كيجيو كيزافونتاج لي باغي والسالير لي باغي كتحمد الله وكتقول صافي الله يجعل شي بركه هذاك الخدمه اللي خدمت الاولى كانت عجبتني بوغ اون سامبل ريزون سي كو ما كانتش كامله تكنيك ما كنتش بيان كراف جينيتي كامل ما عجبنيش لاسبي تكنيك تاع الشوز وكان كانت خدمه اللي فيها تكنيك والكوميرسيال مخلطين دونك قلت نتوكل على الله ومن هاني نديفلوبي شويه مي كاباسيتي كوميرسيال حيت ما كنتش درت حتى شي خدمه في داك السياق قبل دابا هي هو باش نكونوا مفاهمين انا قبل ما نبدا الخدمه كنت عارفه راسي غادي نمشي نكمل قرايتي وكنت عارفه راسي غادي ندير اون ايكول كوميرس في فرنسا غير لي كونديسيون كيما قلت ليك فينانسيير وداكشي كامل سيتي با بوسيبل ندير نيشان ابري ليكول لافي با لي مويان Donc, on a خدم شويه و en attendant نلقى des moyens de financement. Dit le خدمه alors جوج حاجات تعلمتهم في الشهور الاولين ديال الخدمه très précieuses. La première c'est que salaire ماشي هو كلشي. كادي هذه الاغلبيه ديال les nouveaux recrues qui tellement très rapidement que فاش كتختار الخدمه ديالك ما خصك تختارها على قبل السالير ولكن خصك تعرف مع من تخدم هذا سي لون دي ريغل دور اللي تعلمتهم سي كو تعرف شكون يكون البوس ديالك وتعرف شنو لونطوراج ديالك وتعرف اين كولتور اللي كدوميني في ديك لونتربريز بعض المرات ما بخون با لو طون با لو طون نقلبوا على النوع ديال المعلومات من عند الناس وداك الشيء كامل Mais une fois que tu entres dans l'entreprise, que tu connais très bien les gens qui ont travaillé avec eux, et que tu connais très bien cette idéologie qui est auprès de l'entreprise, mais je ne dis pas qu'on a pris une autre chose qui est faite à 1000 dirhams, mais je ne dis pas qu'on a travaillé avec ces idéologies. Donc, c'est une des premières choses que j'ai découvertes. الشركة زعما في حد ذاتها ماشي خايبة وبزاف الناس بالنسبة لهم غادي تكون زوينة الخدمة تماك مي بالنسبة لي أنا زعما بوغ ما بيرسوناليتي بالنسبة للشخصية ديالي بالنسبة
شكون انا وكيفاش كنتصرف وكيفاش كنتعامل والو زعما ما كانش داك الفرانكو ما بيناتنا ما كانش يعني دونك بالنسبه ليك كنت انا بحال اللي قلتي في شي جو في الروينه في لي ديسيزيون ما كتحسش بهم كاع براغماتيك وكارتيزيان دونك تبدا تقول اش كنخربق هنايا وتايلا ولا تخربقات بزاف انت تكون هذيك الحلقه الضعيفه اللي غادي تجي فيك دونك يخربقها واحد اخر فوق منك بعيد عليك مي في الاخر باسك انت هو الحويه القفر كلشي غادي ينقص عليك وغادي تولي انت هو اللي خايب تماك دونك ما كانش ديك لو سونس دو ريسبونسابيلتي عند الناس الكبار اللي كبر منك و بلوس سينيور داكشي كيخليك تحس براسك كتخربق ما كتافونسيش وبحال غير كتبريكولي دونك كتحاول تجر الشوكه بلا دم ما ندوز نهار على نهار كل نهار كيدوز كتقول المهم دات بلا مشاكل وصافي لقيت بزاف ناس زوينين مي كيما قلت لكم كولتور جينيرال كومونتيتي والو يا في با ان جور اللي حسيت براسي كنتامل تماك ولا نقدر نتامل تماك صافي دونك كتكون كتمشي لديك الخدمه و سابيز جور طون كور و سور طون اسبري واحد الوقت صافي واحد الوقت يا اوكين موتيفاسيون ديالي في الخدمه سوفون ديفلوب بوكو داميتي دونك واحد الوقت فريمون وليت كنمشي على قبل الناس المشكل انه الناس هما بداو كيمشيو كيمشي الاول كيمشي الثاني كيمشي الثالث صافي مشى الثالث بيتيتر هو مثلا شفتي ومشي بحالات يمكن ا بارتير دان سيرتان مومون اون ابارتيان ا اون جينيراسيون حنا من واحد الجيل ديال الميلينيوز اللي عندنا اهم حاجه في يمكن في المنظومه ديال القيم ديالنا ديال الاهداف ديالنا كبر من الفلوس اللي هي تحقيق الذات اون ريشيرش ولا اون كرياسيون دو سونس كيفاش تقدري تصحي الواحد بالنسبه ليه تحقيق الهدف ديالو من الحياه هو يخدم خدمه زوينه وتعطيه طوموبيل وتعطيه دي زافونتاج انك ما عجبكش الحال ما عجبكش داكشي اللي تدير اي تو ديميسيوني sans on va dire une raison grave ou la valable pour certains. صراحة هذا الشيء كامل اللي قلتي من رياليتي حيت بصح انا مورا ما ديميسيونيت كنت ملي كنقولها لشي واحد كتجي عيب كتجي معيورة كتجي بحال كنخربق بحال ما كنصبرش فهمتي دابا كل واحد وشنو المعنى ديال الصبر عنده كاين اللي عنده الصبر هو تمشي يمسح فيك شي واحد رجليه لا مادام كيخلصك في الاخر ديال الشهر كتصبر عليه تمشي يمسحوا بك الحيوط لا صبري كعطينك فلوس يعطوك سالير وعطينك طوموبيل شنو تمشي في الطوموبيل دونك بحال قلتي الحاجه الوحيده اللي كتربط واحد النوع ديال الناس بالخدمه ديالهم هو الماتيريال هو داك السالير اللي كيدوز في هذا الشهر صحيح لوان كاين اللي كيكون العائله ولا الدراري عنده دي زوبليغاسيون ماتيريال اللي لا وصل راس ديال الشهر وما جاش حتى شي سالير غادي يكونوا لي كونسيكونس كبار بزاف هاد الحاله ما تعرفش بزاف كيفاش تقدر توصل لهاد الناس باللي نتايا باقي عطيت راسك الفرصه ديال انك تغلط او عطيت راسك الفرصه ديال انك تبدل الراي ديالك وقت ما بغيتي حنايا داكشي اللي درنا انا باغ اكزومبل داكشي اللي درت زعما عطيت راسي الفرصه ديال واحد كنت كنقولها مع راسي كنقول واحد 4 سنين ولا 5 سنين ولا 6 سنين الاولى ديال الخدمه غدا نعطي راسي الفرصه ديال ندير كاع الاخطاء الخطا اللي تيتصور اللي ما كيتصورش نطيح فيه في هاد السنين هادي ويكون عندي ديك لا ليبرتي ديال انني نبدل وقت ما بغيت شكلاك لا بورت ونمشي ونقلب على راسي في بلاصه اخرى كيما قلت لك كاين شي ناس اللي ما عندهمش لا بوسيبيليتي و surtout ملي كيكونوا لي ريزون فينانسيير دونك بلا ما نهضروا على ديك لا كاتيجوري حيت ما غاتابليكاش عليهم بزاف ديال هادشي اللي كنقولوا دابا المشكل هو انه كاينين الناس اللي هما بحالنا ما عنده حتى شي حاجه اللي تتربطوا بديك الخدمه وما عنده حتى شي اوبليغاسيون اللي خصو لي فراس الشهر واخا هكاك كاينه ديك المونتاليتي ديال لا وعلاش وتسمح في كل شيء ولا ما تمشي حتى تكون متاكد من حاجه اخرى و انت تو لا بيان مي هي ديك لا كرياسيون دو سونس دونك كل واحد فينا صراحه كيفاش كيشوف الحياه انا ملي كنمشي الصباح للخدمه
كنبغي نتلاقى بشي ناس اللي من غدا نهضر معاهم يكون واحد ان سيرتان نيفو انتيليكتوال، يكون واحد لي شونج من اللي نتعلم فيه ويتعلموا فيه حتى هما، يكون ان كادر اغريابل ما يدخل لي حتى شي واحد مع راسي ومع الحريه ديالي ومع المعتقدات ديالي وداكشي كامل، حتى واحد ما يدخل فيك. وتا انايا نحترم دوك الناس الاخرين، نحترم الاراء ديالهم، نحترم هما كيفاش كيشوفوا الحياه، ونكون كندير شي خدمه لي اختاريتها وكنديرها كيف ما اختاريتها، والناس اللي خدامه معاهم كيحترموها وكيقولوا لك مني كتغلط في الحاجه كيقولوها لك افيك بيانفيونس، وحتى هما يسون اوفير لانهم يسمعوا منك مني كيغلطوا ولا مني تيكون عندك شي تعقيب على شي حاجه دارت ولا غير راي ولا اضافه ولا اي حاجه، كتلقى الناس كيتسمعوا. انا لاحظتني في هذا الانفيرونمون كيف ما بغات تكون ديك الخدمه اللي غادي ندير، جو سي بريناز، نقدر واحد الوقت نبغي نبدلها بشي حاجه احسن منها ولا غير باش نمشي لمدينه اخرى ولا بلاد اخرى ولا شي حاجه، ولكن او موان جو مي سونتيغي بيان في اي خدمه لي رامبلي هاد 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 لي زاليمون هادو. سالير سي امبورطون، ولكن كنقول كاين واحد لو مينيموم لي مثلا عندي هاد لي زوبليغاسيون، عندي هاد لو مود دو في، الا عطيتيني لا سوم اكس راه غادا جو في ساتيسفير كاع دوك لي بيزوان ديالي. دابا فوق الاكس هو فين كيوليو المشاكل، حيت كاين الناس اللي شحال ما عطيتيه قد ما بعثتي له على الاكس كل ما كيكون فرحان وغادي يمشي معاك واخا ما نعرفش شنو تكون هاد الخدمه. انا كنقول بلي ابارتير ديال داك الاكس الله يمني ما نبقى في اكس، واخا تجي انت وتعطيني 2 اكس ولا 3 اكس الا ما كنتيش تعطيني دي كونديسيون اللي غنحس فيهم براسي فرحانه بلي انا هي انا، بلي الناس اللي خدامه معاهم جو سو ساتيسفيت معاهم كولتورالمون وبيرسونيلمون، يخلي عندك دي 3 اكس بركه علينا. هذا هو لو بوين فين كيختلفوا لي جينيراسيون بزاف، وهذا هو لو بوين فين كيما قلتي نتايا يا اون كرياسيون دو سونس عندنا حنايا ولا يا سيغتان نومبر دو فالور. دابا بحال هادي راه فريمون بحال شي معادله وكل تيرم عنده لي كوفيسيون ديالو، نتايا كيفاش كتحط لي كوفيسيون. دابا باغ اكزومبل عطي 10 لا كرياسيون دو سونس، واحد اخر عطي 1 لا كرياسيون دو سونس و 100 السالير. جو تروف كو سا سيغ فريمون ا ريان دو ديباتر مع الناس، حيت انا الا كنت صراحه مقتنعه بالراي ديالي ومقتنعه بلا ديسيزيون ديالي اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، تنحاول نشرح في الاول الراي ديالي، مي الا شي واحد ما بغاش يفهمو على الراس والعين على خاطرو زعما ايت سي فري. باش يلاه صراحه ساليت من الخدمه ما نكذبش عليك، ا مومون دوني كنت كنحتاج نكذب على الناس ونقول لهم راني باقا خدامه غير باش ما نعاودش ندخل دوك الحوارات ديال لا وعلاش والسالير والطوموبيل وعندك والمرض والاسيغونس كيفاش ما دخلتش في هاد المواضيع هادو، كنت كنكتب على شي حاجه كنقول لهم باقي خدامه. كملوا في هاد لو بوين هذا، انت عشتي يمكن موراها اون بيتيت بيريود ولا اون بيريود دو شوماج، كي عشتيها؟ دو موا ديال الشوماج الاولى خلاص ما كتكون كتحس بشي حاجه كيكونوا باقي الفلوس. كنت سافرت ويتو، فاش جيت كنت دفعت بوغ الماستر اللي راني كندير دابا هنايا في فرنسا، وخرجوا لي ريزولتا ديال الماستر شي 3 شهور ولا 4 شهور مورا ما كنت سالي الخدمه. دونك بحال اللي قلتي كاع دوك الشهور اللي دوزت ما بين ما خرجوا لي ريزولتا ديال الماستر وما بين ما لقيت خدمه اخرى وما بين ما جيت هنايا، ما حسيتش فيهم فريمون بان شوماج، حيت كنت كنقول سي جوست واحد الفتره كندوزها بين ما نمشي ندير داك الماستر اللي كان فريمون واحد لوبجيكتيف اللي كنت فراسي في 2016 فاش كنت في لا دوزيام اني ديال كول انجينير. دونك فهاد الناحيه ما كنتش حسيت بداك الضغط ديال الشوماج ولا الضغط ديال نقلب على خدمه، حيت عارفه راسي باللي دون واحد 6 شهور ولا 7 شهور غادي نمشي ندير اكزاكتومون سي جو لي فير. هي هادي تنحس بها بدلات كاع ليكسبيريونس ديال الشوماج بالنسبه ليا. حيت الشوماج صعيب دون لو سونس او واحد لوبورتونيتي قليله، دونك ملي كتمشي وانت ما عندكش واحد الباك اب بلان كتكون فريمون داخل على واحد لا بيريود تري انديتيرميني، ماشي كتقول وي راه لا دوموند كثيره في لو مارشي جو بو فاسيلمون تروفي ان ترافاي سي با فري. دونك في لو سيكتور ديالي سي تي با الكا، دونك حتى باش تلقى واحد لونتريتان ولا شي حاجه كان داكشي كياخذ الوقت بزاف، لونتريتان كانوا قلال. دونك كتلقى
les entretiens clairs ou bien les recruteurs. On a regardé le point que nous avons parlé avant. Les recruteurs, c'est eux mais ils appartiennent à des classes. Il y a des lâches qui travaillent. On ne sait même pas si quelque chose d'autre. Donc, on sait à l'autre et on a des articles ou les rouvelles. Tu peux te dire que tu as démissionné de plein gré pour des raisons que tu expliques de façon diplomatique, mais au cas où ils voient que tu es chaib, ils trouvent type d'accord, trouvent type d'accord le recruteur. Bah là où les recruteurs, ils se connaissent dans le code de travail, ils se connaissent dans les contraintes de travail, dans les contrats de travail que hein, que le contrat, par exemple, ma brise, tu demandes de te faire du moment que tu es respecté. Ta période de préavis, que tu rends l'aide comme l'aide de 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 OK dit تتخلي ديك لا بيريود ديال الشوماج وتقلب على خدمه مورا ما كتكون ديميسيونيتي صعيبه شويه دونك هادي عشتها اي دو كل خدمه الوحيده اللي كنت خدت وكانت خدمه مزيانه وكانت مع دي ريكروتور اللي ما سولونيش نهائيا على الخدمه اللي قبل ديالي دونك سولوني على داكشي اللي كنعرف ندير على لي موتيفاسيون ديالي باش نرجوانيهم ils m'ont mis dans des situations les jobs ils m'ont évalué à l'échelon un an et ils m'ont évalué à l'échelon canard dire ou down je me suis dit que la race qui compte le volet de la difficulté financière et surtout ni que tu es indépendant à tes parents ou à la aïe ou à être quelqu'un qui est très difficile indépendant à lui ou à l'autre que tu as besoin que tu as besoin de l'aide financière ou des choses en particulier, je me disais ça va psychiquement. Pourtant, c'était le seul élément qui était difficile psychiquement dire. Moi, je pense que c'était une très bonne opportunité, pour ne pas dire qu'il y a des opportunités, les trucs qui ont été dans ce domaine, une des plus grandes boîtes au Maroc, avec un salaire qui est beaucoup plus élevé, avec des avantages encore, des SCNA et ainsi de suite. Et tu vas décider encore une fois de poursuivre ton rêve. Ou je m'imagine que j'ai le dilemme, j'ai le choix très difficile entre une situation, on va dire, plus que stable, de rêve pour la majorité des Marocains, ou tu me suis, ou tu me l'as dit, ou tu as dit, ou tu as dit, ou tu as dit. Donc, c'est une question de système de valeur. Nisbali, awel haja, mon système de valeurs, c'est mes objectifs, nous sommes vraiment persévérante avec la poursuite de mes objectifs. Et l'objectif de l'ANNJ, ou de dire que la formation exactement ce qu'on dit, qui va m'ouvrir plusieurs portes, c'est un objectif que je me suis fixé en 2016. Et du coup, dit ça, le Maghreb, avec le secteur, avec l'autre. تاتاني واخا حتى 3 فوا داك لو سالير لي تاتاني فلا دوزيام انتربريز ما كنتش غادي انجلس حيت سي جوست كيما قلت لك قبيله سي دي كويفيسون اي كل حاجه الثقل ديالها عندك نتايا في الميزان ديالك نتايا ديال كيفاش تو بيرسوال لو موند كيفاش كتشوف الحاجه دونك كيل كو سوا هذاك لو سالير بارابور لهاد لوبجيكتيف اللي راني نقول لها بلا البيان محمر عليه يعني دي 4 5 ans ما والو سي خمع شحال ديال الفلوس تما كي فما غاداش تهبط من ديك الجهه مي غتبقى هابطه من الجهه اخرى دونك اون اكسبيريونس انترناسيونال هي شي حاجه اللي باغا كنت باغا نعيشها نتلاقى بناس اخرين كبر مني وجايين من بلايص اخرين وكل واحد والقصص ديالو كل واحد ولي زوبجيكتيف ديالو كل واحد ولي زامبيسيون ديالو تاهي شي حاجه اللي كنت باغا نشوفها اون بليس يكون عندك ديك لا ليبرتي ولا موبيليتي avec un diplôme بحال هذا اللي كنا اللي كندير دابا عندي واحد عندك لا بوسيبيليتي ديال نضرب عامين في فرنسا ورشقات لي نمشي لسنغافور حتى واحد ما غاديش يشدك يقول لك لا ولا ما تقدرش ولا الدبلوم ديالك ماشي عاسي ولا شي حاجه تحلوا لك بزاف ديال الابواب peut-être je dirais peut-être que ماشي لا ستابيليتي اللي كنقلب عليها مي سي بلوتو العكس ديال لا ستابيليتي
دونك داك لو جوب اللي عطاوني في المغرب داك لو سالير وكاع دوك لي زافونتاج اللي كيما قلتي سي لو ريف ديال بتاتر توت ما بروموسيون ما غيعطيني لا ستابيليتي اللي انا فريمون ما كنقلبش عليها وكنقلب على العكس ديالها كنقلب على نمشي بعيد ونشوف حاجات اخرين ونشوف ناس اخرين تمشي للخدمه الصباح وتلاقى مع ناس اللي اكزاكتومون قارين بحالك وعندكم تقريبا نفس الاستوار و ما كنحس بها بحال ما كتزيدني حتى شي حاجه ومن هنا 20 عام ما نلقى ما نعاود الوغ دابا جو سون كو جو كونستري اون استوار لي اللي elle me construit elle va me changer زعما دي 20 طون غادي نكون تعلمت بزاف ديال الحاجات اللي ما بدات ما كنتش كاع نقرب ليهم كون في لا ستابيليتي فينانسيير و لا فاسيليتي دو فيفر اللي كانت تعطيني ديك الخدمه. حاجه اخرى هي انه فاش كتجي كتلقى ناس اللي فاش جيت انا وبديت ماما ستار لقيت شي ناس اللي كيخليوني تبان لي انا لا ديسيزيون ديالي كانت ساهله وما فيها حتى شي كونتراديكسيون. كتلقى بنادم اللي خلى دي زونتربريز تيب جولدمان ساكس كتلقى بنادم اللي جاي من اون انتربريز بترولير في دبي كتلقى بنادم اللي فريمون خلي شي حاجه اللي داكشي اللي كان عندي انا في المغرب كيبان بحال شي فريتي فقط انا ما بغيتش ولا غير حتىهم دونك حنا في لافيرونمون ديالنا كيبانوا بحال هاد لي ديسيزيون شي حاجه كبيره وشي حاجه اكستريمون كوراجوز وداكشي parce que Dieu tu te confrontes mais à un aspirant que tu dis ben le conseiller à peine tu as le courage. Paris, on en parle un peu. Quand tu fais cette chemin le Maghreb, tu as vécu toute ta vie dans le Maghreb. Tu as marché le pays une autre fois, tu as marché la culture une autre fois, tu as marché les gens une autre fois et tu vis avec eux. Beaucoup de choses qui se passent pour toi. Beaucoup de choses que tu as découvert la première fois. Pêche. انا صراحه فاش جيت لباري بحال بحال ما جيتش لباري ما بحال شديتيني وحطيتيني في لو سونتر دو غرافيتي ديال لو موند فين مجموع لك شويه 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 من كل بلاصه ديال العالم وعطاوك اون كوميونيتي. داكشي انا اللي عندي دابا في مون ايكول دو كوميرس سي اون غراند ايكول اللي هي انترناسيونال النص ديال لا بروموسيون كل واحد منين جاي. حنا المغاربه بينا واحد 7 دونك 400 étudiants les كل واحد من une place اللي جاي وعاد كاينه واحد 200 ولا 300 étudiants français. Donc فاش جيت لهنايا اول حاجه تكونفرونتيت ليها هي ديك لا diversité ديال لي كولتور وشحال حنا فريمون منغلقين على راسنا فاش كنبقاو عايشين في الميم انتوراج حياتنا كامل. On a beaucoup كنا حنا اوفير على لي كولتور حيت اون سانتيريس باغ اكزومبل على ليتيراتور ولا لار ولا السينما. Ça ouvre nos yeux sur le monde, mais il est méditiche. Ou j'estime à d'autres nains, j'estime à eux. C'est rito. Je fais tout de bien, ou que la wahed qui m'y kéhadr, que tu te chauffes, mais, j'en m'chtel, faf, dès que si l'inta que tu chauffes. كان كونو كنشوفو كاملين لا ميم سين اكزاكتومون مي كيفاش انا كنهضر عليها وكيفاش اللي حدايا كي بيتيتر ان انديان ولا ان بريزيليان ولا ما عرفتش لقينا بلاد هو جاي كيفاش كيهضر على نفس الحاجه اللي كتشوف كيخليك تبان لك شحال راك نتايا صغير وراك صغير بارابور على ديفيرسيتي ولا ريشيس اللي كاينه في الموند. دونك هادي اول حاجه وكانت الصراحه خلاتني كاع نزيد نثق في لا ديسيزيون كي بريز وخرجت راسي من ديك القريعه الصغيره اللي كنت مخشيه فيها ومع كاع دوك الناس اللي حدايا واللي كاملين كيشوفوا ليا باش نجي ونشوف ناس اللي مع كولتور وحده اخرى ومعتقدات وحدين اخرين وبلا ما تسافر العالم كامل وفير لو تور دو موند تو لو في اون تيغالس بليك مع دوك الناس. هادي واحد. جوج كاين واحد الحاجه صراحه انا اللي شفتها وعجبتني بزاف هي لا بريبونديرونس ديال لا كولتور. لي بيبليوتيك فين ما درتي كتلقى وحده الكتوبه فين ما درتي تقدر تشريهم لي زيكول واخا كي كانت ايكول دانجينيير كي كانت ايكول دو كوميرس كتلقى فيها بيبليوتيك كبيره وكتلقى لي ديبارتمون ليتيرير وكتلقى لي بروفيسور ليتيرير وكتلقى لي زيفينمون لي كولتوريل لي كيحلوك على 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 لي كولتور ان فيت دو موند انتي. هادو شي حاجات لي ما كنتش كنشوفهم بزاف في المغرب ما كتفرضش عليك الثقافه بحال اللي مفروضه عليك هنايا ما تقدرش تغمض عينيك عليها ما تقدرش
تقدرش تدينيك على المعلومات ولا الليتراتور ولا لار ولا التياتر، ما تقدرش تفرض عليك اللي كتشوفو بزاف باش انك تكون متانتريس. انا جو مانتريسي افون بكيفاش لا سوسيتي هنايا دايره تزيد انتريس. كنحس بصراحه الوليدات الصغار اللي كاينين هنايا واللي كيكبروا هنايا كنحسدهم على هاد لونفيرونمون اللي كيكبروا فيه. Donc, il y a de la prépondérance de la culture. La troisième chose, c'est la prépondérance de le sport et de le bien-être physique. Je ne dirais pas que je ne fais pas le sport, mais il y a un aspect culturel. Donc, quand on a la famille, quand on a la famille avec sa bicyclette, leur trottinette, moi, ça dépend, mais il y a un aspect culturel. Il y a des salles de sport bondées de monde, des clients, quand je vois le marim. Et non, très bien d'aller histoire avec leur famille que c'est dans leur ADN de faire du sport, de bouger, de faire des activités ensemble. Donc amis, je pense que quand je vois une fois le jour qu'il y a une petite famille, des familles d'origine, je parlerai de Hilton et McFinkin, donc il y a des gens d'origine en famille avec Chikamel, mais par rapport à la taille de Rabat par exemple, je suis très bien. Donc, la prépondérance du sport, la prépondérance de la culture, l'ouverture sur une communauté internationale, alors que la douhda, c'est tout ce qui est le cas, c'est tout ce qui est le cas, c'est tout ce qui est le cas. Je vis d'avoir une expérience professionnelle en tant que stagiaire. Je me sens plus valorisée que l'équipe au Maroc, les deux entreprises, alors que je suis cadre, ingénieur de l'une des meilleures écoles au Maroc. Benen kit snutlek, benen kete kocht, benen kit chaurmak, manager, senior manager, vice-président, mais kit chauro, puisqu'on connaît une réunion kamlin, kent snutol badiatno, kent chaurma badiatno. Ouahed le climat qui est une fausse entreprise, là, ma première, là, ma deuxième expérience. Amical, cool, chez Sahab, la Kain Chevou, là pour le directeur, là pour le vice-président, le Tichy Hazan, on se voit pas. Kamlin, on se tutoie. J'ai dit, c'est un point qui me fascine. Qu'est-ce que par exemple, tu prends ta pause, tu te lèves, tu te lèves, tu te lèves, j'ai ici un peu de comex. ما كتحسش بحال في المغرب زعما الا كنتي كتشرب شي قهوه ولا شي حاجه واخد فوز كتحس براسك كولبابل شي حاجه اللي ما مزيانهش ولا غيخنزرو فيك ولا غادي يشوفوا فيك شي شوفه ماشي عادي ولا ما يحملوكش ولا ايفون انترومبر تا بوز هنايا سي با دو تو سا تو تا بوز 10 مينوت 20 مينوت 30 مينوت كتشرب قهوتك كتهضر مع تي كوليك تو في ان جو تخرج على برا وترجع ما كاين حتى شي واحد اللي كيدخل فيك دي مومون كنتي في الاخر ديال النهار قبل ما تخرج تكون كملتي خدمتك اللي خاصك ديرها وسط النهار الوقت اللي غتكون خدام الوقت اللي غتكون كتهضر والوقت اللي غتكون كتشرب قهوه والوقت اللي غتكون ما نعرف شنو كدير كتقرا كتاب حتى واحد ما كيدخل لك فيه دونك كيخليو لك ديك لا ليبرتي دو فير طون طراي كوم بون ايل تو سومبل دي مومون كي في الاخر لو ريزولتا غادي يكون تما. في المغرب لا، في المغرب خاصك تجلس الا ما كنتيش جالس قدام ليكرون ديالك في الكرسي ديالك ما مزعزعش وجالس مقاد دي دو اون كونسيدير با كو طراي دونك هادي سي من اول الحاجات اللي فريمون اي مون فرابي فاش بديت كنخدم يا بون انا في الاول كناخذ في اول مره خديت فوز وخديت قهوه قلت انا اللي عندك انا كيشوفني شي واحد باك فوك جو في با مون طراي alors que la blague كيشوف كوتي جي عندك كيشرب معاك قهوه و بارلي دو لا بوي دو بو طون et de son prochain voyage où personne ne se culpabilise. Ouad, qui est un troisième point, où la bienveillance, ou qui soule, ou qu'est-ce que tu veux faire par la suite, qui chauffe un petit peu chaque jour, ou non, qu'elle est d'accélérer. On a maillé d'abord des cadres, les barnibus de l'ordement, mais c'est qui rebbe, ou on a fait marie, mais c'est qui rebbe de l'ordement, parce que tu peux me rebbe, ou tu te mets, ou tu te mets, ou tu te mets, tu le mets, sur ton statut ou sur ton profil justement ce qui te rendra ichrew alek ou les choses alors que non naïd nadim qui dit ça ou il exprime sa volonté de partir ou علاش il veut partir ou tu sais واحد ما كيحط عليه الصبع ويقول له لا حشومه ولا ما صدقتيش ولا non pas du tout بالعكس
on l'encourage, voire même il y a donc des contacts ou les choses, tu peux partir et tu t'es pas retrouvé tout mec. Donc on me fait un mine, il y a aucun intérêt à garder une personne une proche. Et donc un mine des éléments, il est vraiment mais je tombe sur un article dans le Plex parce que là bon, on me culpabilise d'avoir. هضرنا بزاف على الخدمة وعلى القراية. نكون شوية على الحياة على شوية الحياة هنا وله. شيء حاجة ما كنتيش تدريها هنا في المغرب depuis l'enfance. حبستي. Et à partir d'un certain moment, je me suis dit, ma, à où tu que ça se fera se créer, à où d'une là. Alors, Hadis Raha, c'est une des anecdotes que je raconte le plus liée à la bicyclette. Soirée, mon grand-père, qui est le mien sous la bicyclette. Bon, je suis allée, où j'étais le mien sous grand, ou prête jusqu'à peut-être 12 ans, 13 ans, bon, quand je suis en bicyclette, en or, ou... et j'adorais le faire. J'adorais, je faisais des courses en terre, en musculier de Mayans, mais j'adorais. Mon ski, à un certain moment, à un certain âge, je suis fille, j'ai le physique qui change, ou qu'est-ce que ça, la chouille? Je suis à la fois que je suis. Je voulais que je suis en bicyclette, que je suis en bicyclette, que je suis en bicyclette, donc. Ça va du gentil au vulgaire, mais je me respectais bien, ou quand il a dit elle y a la seule, mais je lis les dormaires ou les lire les dormaires, donc ça fait être inconfortable ma conduite de bicyclette. En bicyclette, maintenant, rade, je me dis le tract qui l'aiglik ben marat remouk, c'est douze mètres ou qui klaxonne. تكت فزعي تكت خلعي تقدري طيحي تقدر ما عرفش لي طيح الإطرة لك ليك تعامي هو إن مجر با هو بغيك لكسن عليك باش تطوري ويلوح لك في الماء ولا شي حاجة من الشرجم واحد الوقت صافي كتولي كان تفزي بوغي لي كونتر ديال لا سورتيون بيسيكلات كتولي أو بيان كتخرجي وكتبقاي في الحومة ديالكم ولا تتلواني كيلكو بلوك وكترجعي ولا صافي ما كتبقاش كاريمون تخرج ألوغ كو C'est magnifique de sortir en bicyclette, d'aller le madrasa en bicyclette, de faire ses courses en bicyclette. Et encore, on a une technique de sur le bahar qui n'est pas très loin. Donc, la bicyclette, le bahar, c'est un énorme plaisir. Mais je ne pouvais plus le faire. Ça fait genre juste pour éviter que je sois des bicyclettes, que je sois des trucs qui sont très 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 Du coup, j'ai visité la France pour des vacances en 2018. C'était en Côte d'Azur, au cours de la promenade des Anglais. J'avais pris une des voitures, une des bicyclettes, les vélos bleus. Au cours de la semaine, je pouvais pas tourner les roues. Alors que tu bannis là, le mahdaï, tout le monde est en bicyclette, tout le monde est content. Alors, le maître, tu ne peux rien faire. Et ça, j'ai tenu le piquet là, les deux mois, les années, et je me suis dit, voilà ce que je paye pour le temps que j'ai passé au Maroc. Rayfan, je peux le piquet là, mais je m'étais arrêté chez Wahed, on dit, c'est maladra là, on dit. Et récemment, à côté de l'école et dans la majorité des villes de l'île de France, au voisinage de Paris et même à Paris, il y a les pistes. Club, les qui sont bien faites, bien aménagées pour les gens pour prendre leur bicyclette et tu trouves Pidaf, Nas qui circulent en bicyclette, en toute sécurité, les voitures. Donc je sortais et mon compagnon il a insisté pour que je n'arrête pas de prendre la bicyclette. Il a dit, on essaye, voilà, c'était un dimanche matin, il n'y avait pas trop de monde, donc non, il a dit, essaye, je trouve que je serai de te faire chier, oh là là, il a dit, ouais, tout Et on a pris ouais, de la bicyclette, moi, il faut difficile pour tenir l'équilibre. Radon, Khaïfa, qui veut aller chez Wahman, Bait, Kanhabes, pour ne pas faire de conneries. Vous savez, j'ai l'équilibre, je fais d'aller tranquillement, je freine quand je veux et je reprends comme je veux. Et ça m'a, c'était un grand bonheur que j'ai ressenti en pédalant la bicyclette avec l'air qui me joue dans les cheveux et tout. C'était un moment vraiment... J'étais tellement contente que je pédalais au Kandhak, le Hadral Israël. Mais qui venait aussi d'aller voir ma leur parents, moi qui allemand, donc elle se brassait exactement à l'eau. Et depuis, voilà, je vais acheter une bicyclette en fin de mois.
j'attends du temps derrière et pour acheter une bicyclette et je n'arrive pas à attendre le moment où je vais avoir la mienne. انا نخرج بها بحالي بحالي عاد الناس اللي كيخرجوا بها هنايا صون مي سونت لا فخاطر لا حتى شي حاجه ما غاديش تخافي تكري ساي ما غاديش يبسل عليا شي واحد ولا يلوح لي الهضره ما غاديش نخرج وماما شاده في قلبها خايفه عليا زعما سا في ترو بليزير هاد لا سي ان تو بيتي تروك صغير بزاف مي فما كنت محرومه منه هي حيت ملي كيخرج واحد وكيشوف وحده سوغ سا بيسيكليت غادي يلوح ليها شي كلمه على السرج ولا على شي حاجه وغادي يخليها تطلع وكتهضر فيك كتندمك alors que nay tu passes inaperçu autant que fille je pense que c'est شويه معقده اكثر ولكن ayant pratiqué un peu de vélo taf pendant quelques mois نقدر نقول لك انه الثقافه ديالنا كامله صعيب وصعيب بزاف انك تخرج بالبيسيكلات ديالك في الطريق وتمشي وتحس براسك في امان ديما كاين شي واحد اللي ما يحترمش لي دو ولا ثلاثه باساج اللي كاينين في مدينه كبيره بحال كازا ديال لي فيلو دونك كاين لو دوزيام بوين ديال الثقافه ديال انا عندي طوموبيل ندير ما بغيت في الطريق انت كسيكليست لا وجود لك انت اصلا خارج على السياره باسكو سي ان مويان دو ترانسبور parmi لي بلو براتيك لي بلو لوديك tout ce que tu veux دونك تنتمنى شي نهار في المغرب نقدروا نخرجوا بالبيسيكلات ديالنا نقضيو غرضاتنا نتسارى ونديروا الرياضه كما بغينا عشتي اون اكسبيريونس ديال ديري اون كورس ا بيي دو 10 كيلومتر عاودي لينا كيفاش عشتيها كيفاش دازت واش بسلوا عليك الناس في الطريق كيفاش داير التعامل ديال الناس اللي تجريو من ايام هاد المدرسه والكوليج والليسي داكشي كنت كنجري بزاف كنجري افون صافي واحد الوقت انا زعما كما كبرت في الصحرات والصحرات سي توجور ان بو رورال دونك بيتيتر كاينشي اللي كنقول نو ريبريزونت با لا رياليتي في فيل كبار بحال الرباط ولا كازا وداكشي مي بحال بور لا بيسيكليت واحد الوقت حتى الجرا تتولي خارجه تجري وكتسمعي الهضرة ولا ديك المساله ديال الدراري دونك ما بقيتش كنخرج نجري في الهواء وليت pour pratiquer la course, je le fais sur tapis roulant ou là je le fais rive la forêt, pas plus. C'est ma catégorie plein gré de gérer pas le quartier, je veux que les choses je le faisais pas. Donc ça fait quand c'est l'autre fois que je vais bien, j'ai repris 3-4 km par semaine sur la forêt, je gère tout ça. Elle dit que c'était l'initiative d'un bon ami. C'est une belle initiative. Il m'a invité à Bishnishima ou Nzrima à faire une course. Ouais, il pratiquait à l'époque la course à 10 km. Je ne sais pas si je suis à 10 km. Je ne sais pas si je suis à 10 km. Je ne sais pas si je suis à 10 km. Et ça, l'ambiance, je dirais que les ambiances, les choses qui ont fait la course, c'est le respect entre les coureurs. كانوا دي جون من كاع الفئات العمريه هاد الدراري الصغار اللي كيتقاو على كلور بارون ولا لور زامي كبر منهم اذا ما كان بنادم من جميع الفئات ناس كبار ناس كتشوفهم فيزيكمون مراد اي واخا هكا كلشي كيجري بزاف ديال لا سوليداريتي كانت في ديك لا كورس كيبان لك شي واحد طايح شي واحد من شي واحد هكا يجي شي واحد يعاونو انا براسي كنت واحد الوقت صافي بديت كنتمشى في ديك الطلعه اللي جيت ستاربكس ديال كازا المهم كتفوتها كاين واحد الطليعه بحال هكا كتوصل داك رونبوان ديال رونبوان كبير ديال ميغا ما صافي انا تما كنبقيت خدام تمشى وكتقدم جري اللي فيه كنتمشى يكون بديت انا من سارتان اج سيت ابروشي و قال عاونني بوغ بروندر ما فولي وكيفاش ندير بوغ كونتخي العقبه وخا هكا كنبقى كنجري في العقبه وداكشي كامل لي ومن بعد صافي فاش بنت له غاده كنجري مزيان قال لي صافي انتي كملي تشامبون غيت ما نخليني لورينا يسار انتي كملي و فوالا زعما كان واحد لا سوليداريتي اللي ماني ما شفتها كلشي كيعاون كلشي وكلشي كيشجع كلشي واحد السيد كان حبس كاريمون حيد سبرديلتو وزينات ولا حشومه وما بقاش بزاف وغينوض واخا غير تمشى واخا تمشي على يديك وتديك وتكمل لا كورس اي يافي اوسي جو مابيل قيقيه ولا شي حاجه كيفاش كيكون كان شي 1 كيلومتر ولا 2 كيلومتر على لا فان ديال لا كورس
c'était magnifique. Quand je suis c'était un moment magique. Je suis allée avec la course. واحد ليلان اللي شفت وسط لي فول كي كور وداك الشيء سي شي حاجه ما عمرني ما شفتها قبل. كنمشي عاود مشيت المغرب وتماك جو فري بوكو دي كور يا في داك لو ريسبي اللي كتوحشو شي مرات في المغرب في الزنقه كان ايتي او رونديفو ديك لا سوليداريتي كانت او رونديفو واحد لا بيل هومور ما كانش ديك لا نيجاتيفيتي ديال بنادم مخنزر سورتو في كازا كتولف الا شفتي بنادم كثير عرف راه يكون مخنزر وتما كان بنادم كثير وكلشي ناشط. اذا كان ممكن تشاركي معنا شي كتاب شي سيري ولا فيلم اللي تتفرجي فيه ولا تتقرايه وتنصحينا. دابا كنقرا واحد تو ذا تشويس الو هالكتاب هذا ديال واحد السيده من هذوك اللي ايزون سورفيكو المحرقه ديال الدوزيام غير مونديال داز على كاع داكشي اللي داز على لي جويف في اوشفيت و الا سورفيكو دونك كتعاود على سون هيستوار دو كوراج سورتو على كاع دوك لي تروماتيزم اللي بقاو فيها مورا ما لي سورتي حيه وداكشي كامل من لا تراجيدي ديال المحرقه مي بزاف لو كوتي بسيكولوجيك تضرر بواحد الطريقه عميقه اللي ما حسات بها هي حتى من بعد سالات وزوجات ولا غتروفي سا فامي اللي بقاو تا محيين حيت تفرقوا على كونسنتريشن كامبس ومن بعد كيبداو لا فامي كيبداو يلقاو دوك مومبر كيبداو يلقاو دوك فامي دونك تلقات الناس وزوجات داكشي كامل ولكن ديك لا بروفوندور ديال الدمار النفسي اللي كانت وصلت له ما حسات بها حتى من بعد دون سي انتراكسيون افيك لي جون اي جوستمون من بعد هي قرات ولا سيكولوج ودابا سي لون دي سيكولوج ديال لي فورس نافال امريكان ك اون غرو لو ليفر سي اون هيستوار دو كوراج اون هيستوار دو كونيسونس دو سوا كيفاش tu pars en profondeur de toi-même باش تعرف ce qui ne va pas حيت en vie des traumatismes هذه généralement bon récemment quand la tragédie de le viol de la petite fille etc et ça faisait beaucoup le buzz dans les news et qu'est-ce que je vous avais dit ce qui est drôle là le point l'équipe négligé les ou elle ha ha il garde la personne elle survit ou on a l'impression que bah ça serait autre qu'adr donc c'est impossible mais qu'adr tu ne sais ou tu peux autre qu'adr de qui quand même mais le psychique qui te casse profondément et il a maquinche un suivi professionnel des psychologues mais qu'un souche bedekshi mais il se manifeste ou bien plus loin dans la vie qu'est-ce qu'on la personne bien violente ou bien qui connaît des شي تصرفات اللي حنا كتقول هذاك ما مربيش ولا هذاك ما عرف مالو ولا ما عرف مالو معايا ولا شوف كي داير علاش كيدير بحال هكا مي كنساو اللي داكشي كامل راه كيكون ديك لا بيرسون عاش دي تروماتيزم اللي ما تعالجوش وما تصلحوش و سا سري بيركوت من بعد على لو كومبورتمون دون لا سوسيتي دونك ان غرو هادي هي ليستوار elle parle d'elle-même mais elle parle حتى des soldats qui l'accompagnent ou من كاع دوك les histoires كاملين qu'elle raconte كتوصل للقارئ des messages اللي كيخليوك تنسى tu te remets en cause par rapport à tes expériences les chocs بالنسبه لنا حنا peut-être que عشنا غير les chocs صغار mais واخا هكا كيخليوك كتextrapoler دوك les grandes expériences ta petite expérience ou qui يزيد دوك في الطريقه باش كتشوف راسك و psychologie ديالك ما سمعك واحد جوج حويجات هضري لي عليهم سمعت سويت شو مالك دابا المشكل ماشي هو الصوت دابا الصوت البراد راني جبتو معايا انا نقول لك واحد اول حاجه سمعت جوج حاجات جبت البراد والطاجين درت لهم بلاصه في بالي تاع نشوفوا الحوايج والتقاشر دابا المشكل ماشي هو الصوت المشكل هو البنه مع انت خويتي داك الكاس مع انا تخيلت الكاس ديال اتاي ديال المغرب صافي قلبي ضرني باسكو هنايا جابو عشتي لو ميور سوكر واحسن نعناع اللي كيبان داير بحال شي بوكيت دور والما تجيب ديبلو مينيرال من المغرب يطلع لك داك البراد ديال اتاي بحال البراد ديال المغرب دونك الله يسمح لك. ندوزو للصوت الثاني خديجه. Non, oui, non. C'est une reprise de Fahd Ben Chemsi.
ديال البانية. قولي باش حسيتي باش سميت غناوة. لوغ غناوة سيتي صويرة، وكنت مشيت مع واحد عم بابا الله يرحمه، كان دانا صويرة واحد النهار وكنا وقفنا، مشيت عند واحد مول لي سيدي باش نشري شي حاجة نسمعو ليها في الطريق، وغالبا كنت غادا نقلب على شي حاجة تيب كاظم الساهر ولا شي حاجة باش نسمعو ليها في الطريق. وداك سيت ان جون مسيو، وقال لي واش كتسمع، ومني وصلت لتما كانت شوية قناوة مطلوقة وداكشي، قال لي واش هي تا الصويرة وما تاخديش السيدي ديال قناوة حشومة، عطاني سيدي كادو صابور، ما كنت ساعة كنعرف لا حميد القصري لا تي شي حاجة، عطاني واحد السيدي ديال حميد القصري صابور. صافي فاش ركبت الطوموبيل وطلقتو مع ديك الطريق ديال الصويرة وأسفي وخاوية وديزارتيك وأنا جون جو سي با، بتاتر كان فيا شي حاجة لداخل عزيزين عليها قناوة، وهداك السيدي فيقة. دونك ديبوي قناوة هي الحاجة اللي كنسمع ليها فاش كنكون في الطيارة شادة الطريق، فاش كنكون في الكار شادة الطريق، فيما كنت بوحدي كنسمع القناوة في مترو شحال مرة كنسمع القناوة. سا مو باغل جيم قناوة، خلاوني نكتشف أعز مدينة على قلبي في المغرب ليا الصويرة، حيت بسبابهم عاودت مشيت للصويرة بوغ لو فيستيفال، وما عمرني ما حسيت براسي أوسي ليبغ وأوسي خفيفة دون لاغ فاش في المغرب كفاش مشيت للصويرة. ودابا سي دومان يحلوا لي فرونتيير اي تو مو بروبوز دالي نيمبورت او دون لو موند ولا الصويرة، غادي نقول لك نمشي للصويرة وعاد نشوفو من بعد بلاصه اخرى. دونك وي سميت ريحة هاد المرصا، وتخيلت راسي كندور في الطريق، وكليت الحلوة ديال سيدريس، ودخلت لي شويه الرمله في عيني ملي سمعت هاد الوقت. وندير ابيزود كامل معاك على الصويرة، هي على على الحلاوه ديال تمشي للصويرة وتمشي غالبا بوحديتك. اي تتسارى بين زناقي، وكل زنقه شنو تكتشف فيها، يمكن تقدر تكتشف، تقدر تلقى فران، تقدر تلقى حريفي، وتقدر تلقى حتى شي حوايج اللي ما تتصورهمش على بالك، تقدر تلقى دي سيناغوغ، تلقى تاريخ، كل واحد كل زنقه وعامره بالقصص. تخرج دور مع شي زنقه وتلقى واحد الفرقه ديال قناوه جايه وخدامه وانت تيشدك الحال، غنديروا ابيزود كامل على هذا، ما يمكنش نهضروا عليها بالزربه. مزيان ديال اوكازيون نتا انا نقرا لي شي كتاب ولا جوج على الصويرة، حيت دابا انا كاع داكشي اللي كنعرف على الصويرة سمعته من الناس تماك، وفيلينغ كيفاش عشت انا مي زيكسبيرونس تماك، مشيت لا كات فو كيفاش عشت مي زيكسبيرونس، كونت واحد الفكره عليها وعلى البلايص وداكشي كامل. مي جو نو سري كو كونتونت بون اون ني با دي سبيسياليست، يمكن كاين واحد ديال الراديو معارف على الصويرة كي راكونت ان بو ليستوار كي راكونت كي اكسيلون. حنا غنديرو نهضرو شويه بلوس على ليكسبيريونس دو توريست، مهمه بزاف هذيك ليكسبيريونس سبيريتوالمون ولا حتى بسيكولوجيكمون. خديجه شكرا لك بزاف. شكرا لك صراحه، جابريسي بوكو ليدي، و سي ديكونتراكتي très bien. J'attends impatiemment de semaine les épisodes de Nasrin. Tu as au moins la réalité ou bien la société ou bien les expériences de l'homme. Ça fait toujours plaisir d'entendre Nas. Et ça ne reste pas là où les discours suivent. Moi, c'est un ami de Zaf. Les discours de la social media ou des chips. Hala, cool, si Barry, cool, les chips, il est un peu plus mal. Je dis le like. C'est un peu ça l'idée de la Binet Networks. Ok, je crois que Zaf, tu as une année qui n'a jamais fait de chips. Je crois que tu as un temps. Bon courage et la belle déconfiance. Merci, Mohim, de subscribe ou like. المهم هو سمعتي لينا، شكرا لك بزاف ونتلاقاو في الحلقة الجاية.